اتفضل انت. سيادة المشير، اسمح لي اشرح لسيادتك اللي حصل. انا عارف اللي حصل يا فندم. لو كان اللي حصل ده ضد ارادتك او لا يرضيك، انا مستعد اكتب استقالتي دلوقتي حالا. انا ما عنديش مشكله في الامر ده نهائي، ورئيس الجمهوريه يعرف عني كده، وسيادتك كمان تعرف عني ده قبل ما رئيس الجمهوريه يكون عارفه. الحمد لله اللي عايزينه حصل. اتحرك على البيت يا فندم. لا، اطلع على بيت الوالد. وهو ده كل اللي حصل يا امي. مبروك يا ابني، مبروك يا حبيبي، طول عمرك مخلص وأمين ودايما قلبي راضي عليك. تعرف ربنا هيوفقك، ربنا هيوفقك. مالك يا فندم؟ القوات المسلحة عباس مش في أحسن حالتها. قوات مسلحة يا فندم مجهدة ومنهكة. ده صحيح، القوات بقالها فترة طويلة في الشوارع والميادين في حالة طوارئ وظروف صعبة ومحبطة. أنا لسه لحد من أيام كنت مدير المخابرات الحربية وعارف الحالة إيه بالظبط. احنا لازم نبتدي نفكر ازاي نطور قواتنا المسلحه.